الخير والسعادة على حضراتكم. صباح جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح مي. النهاردة حلقة يوم الثلاث بتاريخ 7/6/2022. يا رب النهاردة يكون يوم جميل على حضراتكم، مليان دايما بطاقة وتفاؤل وبركة وخير إن شاء الله. خليني أذكر حضراتكم بفقراتنا زي ما احنا متعودين. بنبدأ دايما بفقرتنا الإخبارية، هنتابع فيها النهاردة نشاط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس طبعا، والاجتماعات اللي قام بيها وأهم ما جاء خلال هذه الاجتماعات. كمان معنا تقرير خاص بنشاط وزارة الداخلية والجهود اللي بتقوم بيها، ومعنا العديد من الأخبار اللي بيكون فيها مداخلات لمعرفة مزيد من التفاصيل. فقرتنا الثانية فقرة الصحافة اللي بنحلل فيها أبرز المانشيتات اللي بتعتلي أغلب الصحف المصرية، وده يكون من خلال ضيفتنا النهاردة أستاذة لجين مجدي الكاتبة الصحفية بجريدة الوفد. هنحلل معاها أبرز المانشيتات اللي بتعتلي أغلب الصحف المصرية داخليا وأيضا خارجيا. فقرتنا الثالثة والأخيرة فقرة بتهم كتير من الآباء والأمهات، هنتكلم النهاردة فيها عن بنسمع دايما مصطلح أصدقاء سوء. يعني أصدقاء سوء وإزاي أقدر أبعد ولادي عن أصدقاء السوء؟ طبعا في ظل التطور التكنولوجي اللي احنا بقينا بنعاني منه، ولادنا اللي سنهم صغير وطول الوقت ماسكين تليفونات، فأكيد بيتعرفوا على ناس كتير وما بيكونش في رقابة من الأم والأب. إزاي نقدر نكون كأم وأب عندنا الوعي الكافي إن ولادنا ما يكونش في حياتهم أصدقاء سوء؟ ده موضوعنا النهاردة اللي هنتكلم فيه مع ضيفتنا دكتورة إيمان الريس مستشارة تربوية ونفسية. أعتقد موضوع يهم كتير من الآباء والأمهات. تابعونا، خلينا نخرج لفاصل في البداية مشاهدينا ونرجع نبدأ أول فقراتنا، فقرتنا الإخبارية. خليكم معنا.